أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج السرطان السبت 3 يوليو تموز 2021. انتبه جيدا للحفاظ على منزلك هادئا قدر الامكان. في الوقت الحالي قد يكون المكان الوحيد الخالي من الافكار التجارية الغريبة والاشخاص الذين تستند افعالهم فقط على الفكر والابتكار. قد تحتاج الى الرضوخ لاراء الاخرين وتلبية احتياجاتهم. حاول الرد من الرأس بدلا من القلب. يصبح الأصدقاء غير صبورين، بيميلك إلى أخذ كل شيء على محمل شخصي. أقرب الأشخاص إليك هم الأكثر عرضة للأذى بسبب زلة الحكم. توقعات برج السرطان العلامة الأولى مواليد 21 يونيو إلى 2 يوليو. سوف يقوم العديد من الناس باقتراح أفكار ومفاهيم جديدة عليك. تقبل تلك المبادرة والمساعدة واحتضن تنوع الفرص الذي ينتج عن ذلك. سوف تحرز تقدم غير متوقع وستخطو خطوة كبيرة باتجاه الهدف الذي تطمح إليه منذ زمن. المخاطرة من قبلك يجب أن تكون مدروسة حتى لا تفقد كل ما حققته حتى الآن. توقعات برج السرطان العلامة الثانية مواليد 3 يوليو إلى 12 يوليو. ستجني ثمار مواقفك الجادة والإيجابية مع الآخرين، مما يجلب لك دعم ومساندة من مصادر لم تتوقعها ولم تفكر فيها من قبل. اغتنم هذه الفرصة لإخبارهم بتوقعاتك وتطلعاتك الشخصية عن أهم القضايا التي تشغلك، حتى تتمكن من إحداث تغيرات جذرية إيجابية في حياتك وحياة الآخرين من حولك. توقعات برج السرطان العلامة الثالثة من مواليد 13 يوليو إلى 22 يوليو. سيطر على حياتك، تغير لن تستطيع تجنبه لفترة طويلة، كما أنه تتمتع بالحماس والثقة اللازمين لتنفيذ مشروعاتك. وظف تلك الطاقة لتخطو الخطوة الأولى. تحدث عن ذلك مع المقربين إليك وأصدقائك، وسوف يقدمون لك الدعم بحماس وبكل السبل المتاحة لديهم.